جديد مشاهدينا مع سعادة العقيد عماد الدين هاشم لمعرفة حركة السير والمرور وفي أي اكتظاظ لأي شوارع أو ازدحام مروري. صباح الخير سعادة العقيد. صباح الخير، بحييك وحيي عبرك شركاء الطريق، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. ثم بحيي التيم العامل اليوم إن شاء الله، وكل من يسمعنا عبر البيم في هذا الصباح. الحمد لله، التقرير الصباحي لحركة السير خاصة في مداخل الخرطوم ومخارجها، الحمد لله ما في قفل لأي كوبري أو مدخل من مداخل الكباري أو مخارجها، ولا طريق، يعني الحمد لله كل الطرق سالكة. عندنا كوبري النيل الأبيض 3 مسارات من ناحية أم درمان للخرطوم، ومسار من الخرطوم لأم درمان، لكن الناس بيعملوا لهم مسار ثاني، يعني الناس ماشيين بالجناح، كل ما سلكت مسارك غل انتظارك، ومسافة الأمان بينك وبين المركب الأمامك، مسافة الأمام هي 10 أمتار أو 10 ياردات، يعني الناس ما بيلتزم، لأنه أزع في الكوبري الناس بتمشي وراء بعض، في حوادث كثيرة بتحصل لأربعة خمسة مركبات، يعني ده وقف ده وراه طوالي والثاني وراه. أنا بقول لهم الناس تحتفظ بمسافة الأمان، مسافة الأمان زي لأي طاري، إن العربية وقفت أمامك أنت ممكن تتحكم في مركبتك وتوقف عربيتك دون أن تعمل لك. الحمد لله كوبري النيل الأزرق اتجاه واحد من بحري الخرطوم، وفي فترة الظهيرة بيقوم من الخرطوم لبحري. بنرسل رسالة كل عبركم لكل شركاء الطريق انه يحترموا رجل المرور، ورجل المرور هو صديق وليس عدو، انما بيقدم خدمه في ظروف طبيعيه صعبه جدا، لذلك الناس تحترمه وتحترم اشارات رجل المرور. يعني رجل المرور لما يكون محول لشارع الناس بتجيب بتزعل في شنو الحاضر شنو، بيعملوا تراكم في الشارع. رجل المرور هو يعني لاي طارئ في الشارع بيعمل تحويلات الناس تلتزم بها. بنرسل رسالة عبرهم خاصة سائقي الشاحنات برضو يلتزموا بالليل، كل الكباري ممنوعة ما عدا كوبري الحلفاية وكوبري صوبة بالنسبة للشاحنات. ونحن ملاحظين برضو عربات الخدمة العامة بقت تجي بشارع النيل، طبعا شارع النيل ده ممنوع لعربات الخدمة العامة، شايف انه في عربات كثيرة بتجي بشارع عبد المنعم وتخش طوالي لشارع النيل، خاصة الناس المين البري والحجوزي بيقول يجوا بيجاي شايفون. لذلك نتمنى الناس اللي بيسمعونا انه ما يجوا بشارع النيل، لانه في ضبط مروري يعملوا لهم مخالفات، والكاميرات برضه بترصدهم، الكاميرات برضه بترصد، لانه احنا ما دايرين الرغابه تكون رغابه الكترونيه، انما دايرين رغابه تكون ذاتيه. الحمد لله شارع عبد المنعم وشارع الحريه وشارع البلديه برضه غريب، وعماره الذهب ومول الواحه، الشارع ده كله تم فتحه مسارين، يعني الحركه بقت منسابه، والناس اللي دايرين يمشوا جنوب الخرطوم بقى في خيارات، يعني ما بيكون شارع واحد. الحمد لله لقت استحسان من كل شركاء الطريق، ونحن بنتكلم عن الوقوف الخاطئ، الوقوف في هذه الشوارع تقيف وقوف طولي، الوقوف يكون وقوف طولي ما يكون عرضي، انت كافي المسار. لذلك الناس هسه في انضباط بقى وسط الخرطوم، ونحن دايرين الناس تنضبط دون مراقبه، والزول يكون محترم القانون. انا بسمي دوركم الكبير في السلامه المروريه، والسلامه المروريه هي مسؤوليه الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا لك، احنا بسعد بوجودك معنا والله طيله ايام الاسبوع، كونوا معنا مشاهدينا.